والله لك شايف هالجو ومنقطعنا من كل شيء وهبط الخيام وخليها لله كل شيء مقطوعين منه. بنطلب الله يعني المازوت ما فيه والخيام هبطت وروحوا شوفوا كيف يعني. نحن قاعدين بمنطقة عرسال بوادي عطا، عاصفة ثلجية من امبارح، يعني ثلج صار أكثر من متر، مازوت ما في، خيام عم تدلي، فاز علينا شوي، ثلاث أرباع الخيام ما عطوها، يعني وضع مأساوي، أكل ما في، خبز ما في، وطريق صار له من امبارح مسكر علينا، ما حدا جا فاتحه. هاي الحاجة